وفاة الأمير نصر من أحمد الساماني مؤسس الإمارة السامانية في ما وراء النهر. أصله من خراسان من بيت معروف في الفرس ينسب إلى الأقيسرة، وكان أبوه أحمد بن أسد واليا على فرغانة، فلما مات تولى نصر ولايات سمرقند والشاش وفرغانة، وعقد له الخليفة المعتمد العباسي على بلاد ما وراء النهر سنة 261، فكانت له بخارى وغزنة.